يقفون الارجنتين بين معاقبين بانتصار كبير. ماتشيني بأول القابو، هذا ما سنعرفه عند ضربة البداية. رولدان يعطي الضربة في الاشتغال إلى دي ماريا. دي ماريا يوسع في شكل تصويب المتعدي نجم الكرة الأرجنتينية أنخيل دي ماريا. تاتا مارتينو من مواليد 20 نوفمبر 1960. إكسي سانشيز يعطي سانشيز كرة ممتازة ويسلع هجمة تصويب. لا اي 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 كان بالامكان افضل بكثير مما كان يا خورخي يا فالديفيا. سانشيز هرب، سانشيز يوسع وارتيرو بيدال. أرتورو بيدال بأقدام الأبطال والروميرو المتحدي. هذا هو منتخب تشيلي بنجومه الكبار، سانشيز أولهم، فيدال مرعبهم، والروميرو الرائع. بعد تشيلي إدياس أرانغويز وفيدال في المساندة. ليو يقدر المسافة، ليو يسدد. كلاوديو برافو، روعة. ودائما في الإعادة إفادة الرأسية من أغويرو والرشاقة وسرعة البديهة من كلاوديو برافو. نعم النجم الأرجنتين، وهذا العقاب يأتي بين أوروب غادي يحاول التصويب. إدواردو بارغاس لم يكن قناص في هذا الحوار. فارغاس سان باولي أمامنا يعرف أنه هدف أسبقية يغير موازين المباراة النهائية. نارية نارية النجوم العالمية فارغاس والبقية. منتخب تشيلي سجل هدفين من ركلات جديدة. وقت ميكينيس ويعدي سانشيز فيدال، كرة لبوسيجور والكرة تلف الدور، وهذا تصويب سانشيز ضاعت عليه الكرة. فيدال يعدي يراوغ وشوف خطير سانشيز داخل منطقة الجزاء. سانشيز اللي سدد والروميرو وعده في المكان المناسب على الحارس المناسب. في كل لحظة من لحظات المباراة النهائية السؤال يطرح، من سيكتوي بالنيران في أصعب زمان؟ في بيضاء 0-0 لكرة احتلال باستوري. باستوري باستوري راو باستوري ما تصويب. التصويب غريبة وعجيبة، تصطدم كرة لافيتسي بالدفاع كاري مادل. الضربة القاضية مع نهاية الشوط الأول مرة تعدت على منتخب الأرجنتين. كلاوديو برافو في مرة أولى، أبو سيجور في المرة الثانية. وفي هذه اللحظة يعلن الحكم الكولومبي فيلمار رولتان على نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0 بين الأرجنتين. هجمات العكسية، وهذه كرة طويلة لفيدال. فيدال يا سلام على الترويض، يا سلام كرة ركنية، كرة ركنية وأقدام تشيلية ذهبية. أولا فيدال ثم ثانيا فالديفيا. شوف الترويض الرائع من أرتيرو فيدال، رائع رائع. تمندي الرؤوس الأرجنتينية يافعة وطويلة. وتمندي مودفا فالنسيا كان الأمهر والأزرع.
مشاهدينا الكرام. او كره خطيره، اوه عالطاير يا حبيبي عالطاير، أليكسيس سانشيز عالطاير عالطاير، ولكن سانشيز لم يعرف الامتياز. أليكسيس سانشيز فرصة العمر يا حبيبي، فرصة العمر. جماهير تشيلي لا تصدق عيونها بالفنون وكامل الجنون. تمندي عامل هجوم الخطير، بانيجا ليو يعدي، ليو يراوغ، ليو هرب، شوت شوت على اليسار، وادي جول، فيها جول، لا كرة خطيرة، كرة شرارة. لما ليو يتحرك الرجة الأرضية في اتباعات تشيلية، وصول متأخر لغونزالو إيغوين، كرة اللقب ضاعت بعد جهد وتعب من الألبي السيليستي. غونزالو إيغوين في زاوية مستحيلة. إذن مشاهدينا الكرام ينتهي. Chile ejecută prima lovitură de departajare. Matias Fernandez, 1-0 Chile. Contra execuția lui Matias Fernandez. E nicio șansă aici pentru Messi. Se apropie de minge. Messi, gol, 1-1. Așteptăm un șut aproape de perfecțiune și a ales un colț al pite plasa interioară. Citoria Claudio Bravo. Vidal se apropie de balon, șutul lui Vidal, gol Chile. Va executa pentru Argentina, s-ar putea să... Bravo, Higuain peste poartă, ratare, Gonzalo Higuain. La această ratare este atât de importantă, trimite, mă rog, pentru clasa lui Higuain destul de mult. Un om sigur, Charles Aranghis, față în față cu Romero, gol! La o echipă importantă din Europa, siguranța pe care o afișează. Ratarea lui n-a mai contat. Banega, apără Bravo! Și rămâne 3-1 pentru Chile, aflată la o singură 15. Ever Banega parcă sugera așa o anumită neliniște în momentul în care s-a apropiat de poartă, nici nu a privit spre buturile apărate de Claudio Bravo, parcă temându-se, glumind puțin, să nu cumva să fie hipnotizat de acest golkeeper absolut. Prima victorie în Copa America, 99 de ani de când s-a fondat această competiție, cea mai veche competiție fotbalistică din lume. Alexis Sanchez execută la 3-1 pentru Chile. Dacă marchează Chile, este câștigătoare, gol! Moment istoric pe Stadio Național din Santiago. Chile câștigă Copa America 4-1. Alexis Sanchez marchează lovitura decisivă. El este, cred, omul care merita cel mai tare.